نلتقيكم على بركة الله وحفظه مع درس من دروس القرآن الكريم والتربية الإسلامية المخصصة للصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم سورة الرحمن من الآية الأولى إلى الآية الخامسة عشر، فتابع معي حديث القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان عزيزي التلميذ، بعد أن قلنا عليك هذه الآيات الكريمات نشرح لك معاني المفردات التي وردت فيها. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، علمه البيان، علم الإنسان النطق والكلام بحسبان بحساب زمني محدد. النجم والشجر، النجم النبات الذي لا ساق له، الشجر النبات الذي له ساق. ألا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الحق والعدل عندما تزنون الأشياء، بالقسط بالعدل. ولا تخسروا الميزان، لا تنقصوا من وزن الأشياء إذا وزنتموها بالبيع والشراء. للأنام للناس ولكل شيء في جروح يدب على الأرض. والنخل ذات الأكمام ذات الأرقية، والمعنى أن طلع النخيل يحيط به الغلاف فيشقه ويخرج منه ثم ثمرة. الحب أوراق الزرع التي تخرج من الحبة مثل حبة القمح والشعير. الريحان نبات طيب الرائحة. آلاء ربكما نعم ربكما صلصال طيب يابس مارج اللهب الذي يعلو النار. عزيزي التلميذ، بعد أن شرحنا لك معاني المفردات سنشرح لك تجمعنا الألحان للآيات الكريمة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى. يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سمى هذه السورة بعروس القرآن. وفي حديث له صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة. علم القرآن، علم الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمه القرآن ويسره له للحفظ والفهم. خلق الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يسمع ويبصر وينطق. علمه البيان، علم الله سبحانه وتعالى الإنسان النطق الذي يميزه من غيره من الخلق. الشمس والقمر بأسباب تجري في مسارها، وكذلك القمر يجري في مساره، وكل من الشمس والقمر يجري بزمن محدد مقلل. والنجم والشجر يسجدان، يسجد لله كل ما في السماوات والأرض حتى النجم والشجر. وقلنا في محل المفردات أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، والشجر هو النبات الذي له ساق. والسماء رفعها ووضع الميزان. خلق الله سبحانه وتعالى هذه السماء التي تراها عزيز الكريم بدون أعمدة، ووضع الميزان، جعل الميزان في البيع والشراء ليأخذ كل شخص حقه من البيع أو الشراء. ألا تطغوا في الميزان. يوصي الله سبحانه وتعالى الإنسان ألا يتجاوز الحق أو العدل حينما يزن الأشياء. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. يوصي الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يجعل الوزن بالعدل والإنصاف، وأن لا ينقص في الميزان. والأرض وضعها، وضع الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وبسطها لينتفع الإنسان والحيوان منها. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. في هذه الأرض مختلف الفواكه ذات الألوان المختلفة والطعم المختلف، كل هذا يسره الله سبحانه وتعالى لمنفعة الإنسان. والنخل ذات الأكمام، النخل ذات الطلع أي الثمر، وبه يتم تنفيذ النخيل. والحب ذو العصف والريحان. الحب الخلطة والشعير، ذو العصف أي بمعنى الورق، ورق الزرع الأخضر حينما يجب يصبح صالحا لغذاء الطائر. والريحان داخل الورق لا رائحة طيبة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي نعمة من نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان وتثبتان نعمة الله. خلق الإنسان من صلصال. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين يابس، ووصفه كالفخار. الفخار هو الطين اليابس حينما يفخر وحينما يضرب تسمع له الصوت. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من هذا الطين اليابس الذي جعله كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. خلق الله سبحانه وتعالى الجن من لهيب من النار. وفي حديث لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له، يعني مما قيل له في القرآن الكريم أنه خلق للصفاء كالصفاء. حديث التلميذ بعد أن شرحنا لك هذا المعنى العام للآيات الكريمة، نتطرق إليه إلى النشاط الموجود في كتاب الكلمة. وردت هناك خمس فقرات. الفقرة الأولى تقول: ما معنى علمه البيان بالبسطام ألا تظهر في الميزان بالقسط لا تخسر الميزان آلاء ربكما. علمه البيان معناه كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان النطق والتفكر بإثبات بزمن أو بحساب زمني محدد. لا تطغوا في الميزان، لا تتجاوزوا الحق عند البيع والشراء. بالقسط، القسط معناه العدل. لا تخسروا الميزان بمعنى لا تنقصوا الميزان. آلاء ربكما بمعنى نعم ربكما. الفقرة الثانية تقول: من الذي خلق الإنسان وماذا علمه؟ طبعا من الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان. وماذا علمه؟ علمه اللغة والكلام ليميزه من غيره من الخلق. الفقرة الثالثة: ما دلائل قدرة الخالق؟ وضح ذلك ثم اذكر بعض نعم الله. من قدرة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض والجبال والبحار والثمار وغيرها. الفقرة الرابعة: هل الإنسان وحده هو الذي يسجد لله تعالى؟ بل الذي يسجد أيضا. بالطبع ليس الإنسان وحده يسجد لله، وإنما يسجد لله كل ما في السماوات وما في الأرض من الخلق كالإنسان والنبات والجماد، سواء كان هذا الجماد أو الحيوان فوق الأرض أو تحت الأرض. الفقرة الخامسة: من الذي أخلق وما فائدته؟ طبعا الله سبحانه وتعالى أمر بالميزان ليسود الحق والعدل والإنصاف بين الناس في التعامل فيما بينهم عند البيع والشراء. عزيزي التلميذ، هناك آيات محددة سأتلوها عليكم بالتأكيد من الآية الأولى إلى الآية التاسعة، هذه للحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عزيزي التلميذ، هذه الآيات التسعة هي للحفظ، فمطلوب منك عزيزي التلميذ أن تحفظها، وذلك عن طريق قراءتها وتكرارها عند المرأة وتحفظها. وليس عزيزي التلميذ أحكام اللام الساكنة التي وردت في الآيات الكريمات. الرحمن، نلاحظ عزيزي التلميذ أن كلمة الرحمن فيها اللام مدغمة إدغام التجسيد، لأنها دخلت على حرف الراء كما ترى أمامك. علم القرآن، هنا اللام قمرية في كلمة القرآن لأنها دخلت على حرف القاف، والقاف من الحروف القمرية المجموعة في عبارة ابن حجة وخط عقيدة، فهنا اللام لام قمرية. والقاف علم القرآن، خلق الإنسان، هنا كلمة الإنسان تبدأ بالهمزة وهي من الحروف القمرية، فاللام دخلت على الألف أو نقول على الهمزة، فنلفظها خلق الإنسان، خلق الإنسان. هنا اللام لفظت لأنها دخلت على الهمزة أو الألف، فالهمزة من الحروف القمرية. علمه البيان، كلمة البيان دخلت عليها اللام، فاللام هنا عملية نظهرها لأن هذا خلاف على الحرف الباء والباء من الحروف القمرية. الشمس والقمر بالحسبان، كلمة الشمس فيها الدال ملغم الإبرام الشمس لأن هذا خلاف على حرف السين والسين من الحروف الشمسية. الشمس وحرف اللام في كلمة القمر نظهرها في الفصل لأنها دخلت على حرف القاف والقاف من الحروف القمرية. والنجم والشجر يسجدان، اللام في كلمة النجم تظهر استدغام شمسية للقفاز على النون، وكذلك ترى في كلمة الشجر تظهر لأنها دخلت على السين والنون والسين من الحروف الشمسية. والسماء رفعها ووضع الميزان، أيضا يلاحظ اللام في كلمة السماء مدغما إدغاما شمسيا لأنها دخلت على حرف السين والسين من الحروف الشمسية. وكلمة الميزان فيها اللام لام القمرية نظهرها ولأنها دخلت على حرف الميم والميم من الحروف القمرية ووضع الميزان. وهكذا حديث تستطيع أن تستخرج من الآيات الكريمات اللام الشمسي في حالة الإبرام واللام القمري في حالة الإظهار. وإلى هنا الحديث الثاني ينتهي درسنا في هذا اليوم. أستودعكم الله، على أمل اللقاء بكم في درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.